بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اشتغلنا على برنامج انفر ووركس بما فيه كفايه، بس في نقطه بقى. يعني انفر ووركس 360، ايه الفرق؟ يعني كلمه 360، كلمه 360 من ضمن الفرق بتاعتها ان الشغل بتاعك بيبقى على السيرفر بتاع الشركه، اوتوديسك، ما بقاش على الجهاز بتاعك. فده من ضمن المزايا ان في كذا من اكتر من شخص يقدروا يشتغلوا على نفس المشروع، حتى لو هما في اكتر من مكان، اكتر من بلد. تمام. طيب ازاي ابدا اظهر الموضوع دوت؟ هاجي هنا من القائمه اللي هي مانج جروب اند كلاود موديل، اللي هي شكل البيت دوت في الواجهه الرئيسيه، واقول له مانج جروب ممبرشيب. تمام. يعني انا عايز اتحكم واعمل جروبات وابدا اضيف الناس. تمام. هقول له ادمنستر جروبس. تمام. عايز ابدا اعمل جروب جديده واسميها مثلا بيم عربيه. تمام. هقول له اوكي. طيب بيم عربيه دي فيها كام يوزر؟ تمام. بيقول لي ضيف بقى، ابدا اضيف ناس. هبدا اضيف الناس اللي شغالين معانا في البيم عربيه، وكل واحد فيهم هديله بوزيشن بتاعه. يعني انا دلوقتي الادمن، هضيف يوزر تاني واسميه مثلا، احنا معانا احمد لطفي، المهندس احمد لطفي. تمام. في ان هو يبقى اوثر وببلشر وريدر. الفرق بينهم الادمن والاوثر، هما دول اللي يقدروا ينشئوا موديل جديد. تمام. الببلشر ما بيقدرش ينشئ موديل جديد، بس يقدر يعدل عليه، واحد شغال معانا بس ملوش صلاحيه ان هو ينشئ حاجه جديده. الريدر مجرد بس بيدخل يتفرج وخلاص. طبعا مهندس احمد لطفي اوثر معانا، يقدر يعدل براحته على اي حاجه في الموديل. تمام. ويقدر يعمل موديل جديد. ممكن نضيف حد تاني. تمام. بيقول لي اكتب الايميل بتاعه. لازم اكتب الايميل بتاعه، ولازم يكون الايميل ده هيبعت له رساله، بحيث ان هو اول ما يفتح الانفرا ووركس 360 هتظهر له يعني تنبيه هنا ان في حد بعت لك ان انت تبقى عضو في الجروب دوت. تمام. في المكان هنا. طيب بيقول لي احمد، انا مش حافظ الايميل بتاعه، بس خلينا نكتب اي ايميل. طيب قال لي انشر مؤقتا. طيب دلوقتي بقى وانا شغال على اي موديل فيهم، وليكن مثلا دوت. تمام. بلاقي عندي حاجه اسمها سنكرايز موديل شينج ويز انفروكس 260. يبقى انا كده هعمل ايه؟ هياخد الموديل دوت ويعمل له ابديت على السيرفر، بحيث بقيه الناس تقدر تشوف اخر تعديلات، ونبدا نعمل سنكرايزيشن مع بعض، ونشوف كلنا اخر تعديلات، ونبدا لو في اي ملحوظه برضو نبدا نتبادلها مع بعض.